السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نشوف الاكزرسيس 5 من السيري 2. سيري 2 اكزرسيس 5. واش طلبنا في الاكزرسيس هذا؟ اون كونسيدير ان ميكرو بروسيسور افيك 11 لين دادريس. اون سيبوز بلي عندنا ميكرو بروسيسور فيه 11 لين دادريس، هذا من A0 حتى A10. ميكرو بروسيسور تاعنا فيه 11 لين دادريس. لا بريمير كيستيون، كالي لو نومبر ماكسيمال دو بلوك ميموار 1 كيلو اوكتي شاكين كون بي كونيكتي افيك شو ميكرو بروسيسور؟ حنا اذا كان عندنا ميكرو بروسيسور فيه 11 لين دادريس من A0 حتى A11، قداه ميموار ولا بلوك ميموار دو 1 كيلو اوكتي نقدر نركبو البروسيسور هذا؟ زوج، ثلاثة، واحدة، قداه بلوك ميموار نقدر نركبو ميكرو بروسيسور هذا؟ يعني الميكرو بروسيسور هذا قداه الكاباسيتي دادريساج تاعو اللي يقدر يادريسي بها دي بلوك دو 1 كيلو؟ فوالا، حنا واش عندنا؟ عندنا نومبر دو لين دادريس، نومبر دو لين دادريس يساوي 11 لين. دوكا نمشي للعملية العكسية، صافي موالفين نمدو قداه 1 كيلو، دوكا راح نشوفو قداه بليطو راه موالفين نمدو لا ميموار ونقولو قداه نحتاج لين دادريس. الآن السؤال العكسي، حنا عطاك لي لين دادريس وقال لك قداه صافي واش ندير أنا؟ نقول أنا 11 لين، واش معناها؟ قداه تقدر تدريسي كاباسيتي دادريساج؟ كاباسيتي دادريساج تاع 11 لين غتساوي 2 بيسونس 11. غادير 2 بيسونس 11 نخرج في الاخر، قال قداه لا كاباسيتي واش تساوي لي هذه؟ نقدر نكتبها دو سيت فاسون، 2 فوا 2 بيسونس 10. هذا انا عارف بلي 1 كيلو اللي هو 1024، صافي واش غتساوي هذه؟ هي 2 كيلو. وكبقات اسكو اوكتي ولا مش اوكتي؟ وراه قال بلي 1 كيلو اوكتي. واش معنى نقولوا 1 كيلو اوكتي؟ سيتادير هنا ديما نعاودو نركزو على هذه الاوكتي، نقصد به هنا ليسباس. قال مثلا 1 كيلو ولا 2 كيلو، قال مثلا قداه الطول تاعها، قداه عندي من هنا حتى لهنا، قداه بوزيسيون اللي فيها ويت. هنا بوزيسيون قال لك اوكتي معناها شاك بوزيسيون فيها وي بيت، معناها ان اوكتي. تدير هنا راح نقدر نادريسي لا كاباسيتي دادريساج هي 2 كيلو اوكتي، معناها احنا عندي معناها اون بو ادريسي là on peut connecter deux blocs de 1 kilo chaque, de 1 kilo octet chacun. Ça veut dire qu'on peut connecter deux blocs là. Je m'en ai là. هنا remarquez ou qu'il y a حاجه باك اللي حاب ناكد عليها. اللي هنا فوالا، خلونا لا دوزيام كيستيون. هنا في لا دوزيام كيستيون سي بون، هنا عندنا دو بلوك، معناها الميكرو بروسيسور هذا ما نقدرش نرولي له دو بلوك، نقدر ترو بلوك، نقدر نرولي له سيلمون دو بلوك. هذه بور لا بريمير كيستيون. دوكا اون باس على دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون واش تقول؟ دوني لي بلاج ميموار بور شاك بلوك، ساشون كو لا بريمير ادريس اي 000. هنا les plages d'adressage, les plages d'adressage. Là, il y a la première l'adressage est d'amen 00h. Maintenant, là, la première la position l'eau est à mémoire l'eau là, il y a 000h. Hadi 1 kilo octet, hadi 1 كيلو اوكتي، معناه هذه وين تبدا وين تخلص وهذه وين تبدا وين تخلص. حنا عندنا القانون اللي شفناه من قبل، واش يقول القانون عندنا؟ يقول اف ايتيغال ادريس فينال تساوي لنا ادريس دو ديماراج بلس لا كاباسيتي اون اوكتي جينيرالمون موان زان. هذا اللي حنا لهنا ادريس دو ديماراج تاع الاولى هي باينه 000h. دوكا لادريس دو فان تاعها واش غتساوي؟ ادريس دو فان تاع لا بريمير ادريس تساوي لنا ادريس دو ديماراج هي 00h بلس لا كاباسيتي تاعها 1 كيلو اوكتي موان ز.
دير هنا واش الحاجة الأولى، لازم الأن كيلو أوكتين هذه نحولها ليكزاديسيمال. أن كيلو أوكتين راح نكتبوها دو سيت فاسون، زيرو 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 زيرو، نكتبوها في البينار، زيرو 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 زيرو، ويت نوف ديز. هنا دو بيسونس زيرو، دو بيسونس أن، دو بيسونس دو، دو بيسونس أ، دو بيسونس زيرو، puissance 1, de puissance 2, de puissance 3, de puissance 4, de puissance 5, de puissance 6, de puissance 7, de puissance 8, de puissance 9, ou le na, de puissance 10. On va dire que je vais regrouper les deux hexadécimales, regrouper les 2, 2. Ah, 4, 4 plutôt. C'est 0, 0, 4. Mais on a 1 kilo octi, 1 kilo, le roi 1024 décimales. Je vais essayer de faire 400 fils hexadécimales. C'est bon, adresse de fin maintenant. Adresse de fin, je sais une 000H, c'est la première. Z 400 moins 1. Donc on dit l'opération, il y a 400 moins 1. On dira directement, on va faire un complément à 16, on va dire directement l'opération parce qu'elle est simple. On a 0 moins 1, c'est-à-dire qu'on va faire 1, qui va faire 1, je te dis, on va faire 10, parce qu'il y a 20, on va faire 10, on va faire 16. On a 16 moins 1, il y a F, 15. On a 9, c'est-à-dire qu'on va faire 1, on va faire 1, on va faire 15 moins 1, il y a F, on va faire 1, on va faire 1, on va faire 1. اوتوماتيكمون هنا بيسك عندي لهنا ستادي الميموار الاولى تبدا من 000H لوين 3F F اوتوماتيكمون لادير الميموار دوزيام بلوك دوزيام يجي ديريكتومون بعدها تادي راح يبدا لادريس تاعو راح نزيد هذا واحد اوتوماتيكمون راح نعاود نرجع للحاله هذه هي 4 هذه لادريس دو ديماراج تاع لا بريمير لادريس دو ديماراج انا قلنا تاع لا بريمير دوكا نشوفو لادريس دو فان تاع Ah, t'as le deuxième bloc, t'as le deuxième bloc. Donc je vois l'adresse de fin. AF2, chat Sabina, c'est une adresse de démarrage deuxième, z capacité en octet moins 1. Là, on a 400 plus la capacité 400 moins 1. C'est-à-dire que hier, là, on a l'opération, il y a 800. On est décimal moins 9 chihna F F ou le 7. Automatiquement, ça fait que ça fait que c'est une adresse de fin. C'est une 7 F F. Voilà, le 7 F F. Mais, quand tu as le 7 F, tu as le 7 F. La connexion qui va la connecter les deux mémoires. لهنا اسكو راح نبعث لهم كامل 11 لين ولا راح نبعث قل لهنا نشوفوا حنا بار اكزومبل كون نعود لهنا فوالا نرسموا الميكرو بروسيسور هذا الميكرو بروسيسور لهنا لا بريمير ادريس هنا لا دوزيام ادريس 1 كيلو اوكتي 1 كيلو اوكتي لهنا بيسك راهم لي دو 1 كيلو اوكتي سيتادير في زوج واش يحتاجوا اي وحده فيهم لي دو يحتاجو دو بيسونس يحتاجو 11 لين مي كل وحده واش راح يروح ليها راح يروح ليها 10 لين علاه 10 لين قال بار اكزومبل انا كنحسب مثلا اون سيبوز بلي راني نحسب في الديسيمال واش نقول مثلا نقولو فيها دي بوزيسيون يا اخي نحسب نقول بوزيسيون الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه حتى ل 10 وهنا لا ميم شوز نحسب مثلا نقول لا بوزيسيون الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه حتى ل 10 مي دروكا كي نقول مثلا راني في لا بوزيسيون 5 بقى لي واش بقى لي بقى لي نحدد شكون لا بوزيسيون 5 اسكو لا بوزيسيون 5 تاع الاولى ولا تاع الثانيه نفس الشيء هكذا بالكزاديسيمال هنا هذه 1 كيلو سيتادير كي نقول 1 كيلو معناها تبدا من 0 حتى 1023 ديسيمال وهذه تبدا من 0 ل 1023 دوكا قال انا مثلا راني في 500 اسكو 500 انا حاب نروح البوزيسيون 500 اسكو 500 راهي هنا ولا هنا سيتادير هما في مادام عندي في زوج 2023 2023 ماشي يحتاج 11 يعني يحتاج دي لين سيتادير لهنا راح يروح لي من ا 0 حتى ل ا 9 دي لين قال لي دوكا لو 11 لين 11 لين واش هو الدور تاعو كالدور تاعو اذا كان اللي هو اديس اديس راح يروح للتشيب سيلكت سيلكسيون دو بواتي سيلكسيون دو بواتي
هذا شكون اللي يروح ليهم؟ يروح ليهم لو 11 لين الأ 11 أ بليتو الأ 10 11 لين الأ 10 معناها كي يكون الأ 10 هذا 0 معناها راني نقصد الميموار هذه. إذا كان الأ 0 هذا 1 راني نقصد الميموار هذه. علاه هذه مين جات؟ دوكا نشوفوا لهنا دوكا بدانا مثلا قال هذه قلنا من 0 2 puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Hatan, il veut le camel 10 ans. Hatan, F, 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 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, c'est bon. Là, il y a F, F, 3. C'est-à-dire, il change de 0, il y a camel 0, les 10 premiers nombres. Hatan, il veut le camel 10 ans. دونك اللي هنا هذا قلنا هذا 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 ال A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 دونك ال A10 ال A10 في الحالة هذه راهم 0 ومن بعد دوكا لاحظ باللي ذاك هذه لا بريمير هذا البلوك الأول بلوك الاول بلوك ا صدر لا درس تاعي يبدا من 0 0 0 حتى يولو كامل لهنا اللي نف اللي دي لين اللي دي لين كامل يولو دي ديزا من بعد لهنا يطلع هذه يولي 1 اللي هي بيسك لهنا عندي 4 0 هاي اللي كان 4 ومن بعد لهنا 0 0 0 0 0 0 0 حتى يولو كامل ديزا دير وشو هما اللي هي اف اف 7 فوالا 7 اللي هنا ها لهنا هادو نشوف نفسهم اللي هنا كامل يكونوا دي زيرو حتى يولوا كامل دي زان هادو كامل دي زيرو حتى يولوا كامل دي زان اللي هما من ا زيرو حتى ل ا نيف دونك بقى لي هذا لو نيفيوم لو ا 10 لو 11 لين ال ا 10 هذا هنا يكون زيرو اذا كان زيرو معناها راني نقصد الا من دي زيرو كامل يولد ديزان تاع هذه مثلا اذا قلت مثلا البوزيسيون سينسو معناها نقصد هذه اذا كان هذا اذا ولا هو يعني كما نشوف فيه هنا حتى لهنا كامل يعني لي فالور كامل راح يكون فيهم هذا الاديس راح يكون سي تقدر راني نقصد الميموار هذه فوالا هذا بور سيت اكزرسيس ان شاء الله تكونوا فهمتوا اذا كاين دي كيستيون n'hésitez pas de poser soit dans le Facebook ou là sur le dans le YouTube ou là sur le Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.